المجرم مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، السيد علي جابر مدير عام القنوات في مجموعة ام بي سي، الزملاء أهل الصحافة والإعلام، حضورنا الكريم، أهلا وسهلا بكم. سعيا لنشر الثقافة العقارية بين المشاهدين في العالم العربي، وبهدف تشجيع الاستثمارات العقارية وجذبها إلى إمارة دبي خصوصا ودول مجلس التعاون الخليجي عموما، وتتويجا لاتفاقية التعاون بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومجموعة ام بي سي العام الفائت، أعلن الطرفان عن إطلاق البرنامج العقاري الجديد مهمة عقارية سبب اجتماعنا اليوم. فلنشاهد معا هذا التقرير القصير عن هذا التعاون والبرنامج. شراكة جديدة جمعت بين مجموعة ام بي سي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي تتمثل في مولود جديد يحمل عنوان مهمة عقارية. حاجة تاريخية بالنسبة لدائرة الأراضي والأملاك. ام بي سي كقناة عربية يعني تعتبر قناة عريقة في يعني ولها محبيها ولها مشاهديها. احنا حبينا ان ننقل الخبرة العقارية اللي موجودة على مستوى دبي وحتى على مستوى دائرة الأراضي والأملاك إلى الوطن العربي عبر هذا البرنامج اللي بيغطي الوطن العربي ككل، وأيضا بيغطي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأيضا بيغطي الدول والمشاريع الفريدة في كافة الوطن العربي. الام بي سي كون القناة الأولى في السعودية وطبعا في خارج السعودية كذلك، هو شريك طبيعي لدائرة الأملاك والأراضي في دبي لحتى تبرز إنجازات هذه الدائرة خارج أراضي الدولة، خارج الإمارات العربية المتحدة وخارج دبي بالدرجة الأولى. وطبعا الجمهور الإماراتي والجمهور الذي في الإمارات سوف يستفيد من البرنامج الخاص للام بي سي حتنتجه لحتى تقدر تعلم عن هذه المبادرات التي تقوم بها دائرة الأراضي. مهمة عقارية سيرى النور ابتداء من 17 من فبراير لمدة 30 دقيقة مرة في الأسبوع عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت السعودية. اختارينا قناة الام بي سي لأنه هي شاشة العرب الأولى. الهدف من البرنامج تشجيع الاستثمار العقاري في دبي والسعودية والوطن العربي. البرنامج راح يتناول كثير محاور من جانب الترفيه، محاور إنسانية. راح تشوفين يعني من خلال البرنامج نلتقي برجل الأعمال، نلتقي بالفنان، نلتقي بالشخص الفقير، كلها من خلال قالب عقاري نشجع على الاستثمار وبنفس الوقت جانب ترفيهي. البرنامج راح يفرجي بكل حلقة قصة ناس يا عم بيعانوا يا عم بيسعوا إلى أن يتملكوا أو يكونوا جزء من السوق العقاري، وكيف تأتي الحلول لتلك المشاكل. في هدف كبير أنه وزارات الإسكان بالمنطقة بالمملكة وخارجها ودائرة الأملاك بدبي أن تساعد على ناس أكثر أن تتملك وأن تسير في السوق العقاري. كل يوم سبت مهمة عقارية على ABC1 سيكون مفتاح لكل المشاهدين لإيجاد السكن المناسب حسب إمكانياتهم ورغباتهم وأحلامهم لتملك بيت المستقبل. برنامج مهمة عقارية على ABC1 هو أول خطوة نحو بيت الأحلام. اسمحوا لي أن أدعو باسمكم جميعاً سعادة سلطان بوتي بن مجرم مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فليتفضل إلى المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله
في البداية أحب أن أعبر عن فرحتي باكتمال هذا البرنامج وهذه المبادرة التي نسعى من خلالها للتعاون مع أفضل قناة عربية إلى بث أفضل برنامج عقاري. الذي أحب أن أقوله أنا أتمنى لبرنامجنا هذا النجاح، وأتمنى أن يكون يستمر أيضا إلى سنوات عديدة. في النهاية أحب أن أشكر الـNBC وأيضا أشكر المطورين المتعاونين في هذا البرنامج. شكرا جزيلا. شكرا سعادة سلطان بوتي بن مجرن، وكل الشكر لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. نتابع الآن برومو قصير عن برنامج مهمة. من هنا بدأت الحكاية، حكاية نجاح لمدينة لا تعرف المستحيل. دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطلق مهمتها العقارية الأضخم والأبرز في العالم العربي في برنامج تلفزيوني يحاكي واقع الناس والعقار. استعدت مهمة عقارية جديدة. مهمة كثير حلوة دكتور. مكان صغير للمحبين يتوسع. صح صح. وينقل للناس تلك القصص والحكايا التي تشبههم وتشبه يومياتهم. الله يكرمك يا رب. مشتاقين لك والله. طيب الأخ أنا عنده قضية صعبة شوي. المهام العقارية متنوعة وغنية وفريدة من نوعها. سوف نرى الشغف والحماس والإرادة والتصميم والإنسانية. أكيد حبيبتي ما بنمزح معك إحنا يا حبيبتي الله يسعدك. وسوف نرى البيئة الجاذبة للاستثمار والدقة والنظام والتشريعات العقارية التي يشعر بها المستثمر بالأمان والطمأنينة للمحافظة على حقوقه. طيب أنت ليش استثمرت عندنا؟ والهدف الأول والأخير هو إسعاد الناس. ولنا أن نتخيل كمية السعادة التي ستنتجها كل مهمة عقارية في برنامج انطلق في مدينة السعادة التي يسكنها أسعد شعوب الأرض. السيد علي جابر مدير عام القنوات في مجموعة الـNBC فليتفضل إلى المنصة. أنا كنت ناطر هالفرصة. وينه مهند؟ ناطر هالفرصة مهند لحتى أقول لك إنه وأقول طبعاً لكل الأصدقاء والأخ سلطان إنه أنا المثال الأكبر إنه ما في أزمة عقارية بدبي. صار لي 6 أشهر وأنا جماعة الأراضي أصحابي عم نشتغل معهم، مهند صاحبي وكلكم أعزائي، مش عم لاقي بيت. كلنا شايفين شو 100 مرة ولا مش عم لاقي بيت. بتطلع بحلقة بدكم تساعدوني ما بعرف شو بدي أعمل. أنا أول زبون للبرنامج يا جماعة، أول زبون. خلاص انا حاضر بتبرع لكم اللي بدكم اياه، وانا بحبوني الناس مش انهم ما بحبوني. مش لا اللي بدي اقول له بس حتى تكونوا جديين شوي، الـNBC بتوصل ل 150 مليون شخص كل يوم في العالم العربي. 150 مليون. نحن هال 150 مليون شخص ومشاهد في العالم العربي اخي سلطان حنقدمهم حنجيبهم ليشوفوا كل اسبوع ما هو وضع العقار في دبي وما هو وضع هذه المدينة السعيدة وشعبها السعيد. نحن هذا اللي NBC بتقدمه، وهذا هو الهدف تبعنا انه نقدم لها 150 مليون شخص كمان بالبلد. الله يخليكم. شكرا علي جابر، شكرا NBC. ادعو الزملاء اهل الصحافة والاعلام للبدء جولة من الأسئلة، رجاء من كل صحفي البدء بالتعريف الجهة الإعلامية التي يمثلها
ورجاء طرح سؤال واحد فقط يتساهم في المجال أمام الجميع. اللي بده يسأل في بس يرفع إيده لحتى يشوف الشباب. ما في أسئلة. فيكم تسألوا عن نجوى كرم؟ أنا مش استضيفها صباح الخير. طبعا انا كنت بدي اشوف استاذ مهند كمان لاساله ماني شايفه بس بدنا نعرف انه البرنامج مثل ما شفنا انه مهمه عقاريه استاذ علي قلت انه بيوصل ل 150 مليون مشاهد شو حيستفيدوا المشاهدين العرب؟ هل هو موجه للمشاهدين العرب ام للناس اللي عايشين بالامارات وبدبي على وجه الخصوص؟ لا طبعا ديك انت بتعرف اكثر انه الام بي سي بتوصل لكل العالم العربي وهي يعني المحطه العربيه الاولى. الجمهور المستهدف في هذا البرنامج هو الجمهور العربي العريض والجمهور والناس في كل العالم العربي اللي حلمهم وهذول اختار انه يكونوا جزء من دبي، انه يجوا على دبي، انه يعيشوا بدبي، انه يرفعوا مستوى معيشتهم في هذه المدينة الجميلة السعيدة. هذا البرنامج موجه لكل عربي مش بس موجود في العالم العربي، لكل عربي في العالم، لأنه الـ MBC توصل لكل عربي في العالم كله. السؤال عن صباح الخير، عبد الله من المنار. شو بده يقدم البرنامج فرق عن الشركات العقارية الكتير كبيرة موجودة بالإمارات العربية؟ سؤال لمين؟ الفرق في البرنامج هذا أولاً نحن ركزنا على الجانب الثقافي والتثقيفي عن القوانين وعن المشاريع الموجودة في دبي وعن وضع صورة واضحة باللي يحدث. وأيضا ركزنا أيضا على مشاريع ومطورين هم يعتبرون في الطليعة بالنسبة للمشاريع المقامة في دبي. النقطة الثالثة واللي هي أهم شيء نحن بغينا نوصل هذه المعلومات وهي الثقافة العقارية اللي مرت بها دبي من خلال الأزمة من خلال الكذا من خلال هاي المشاريع اللي صارت من خلال المعلومات اللي موجودة عندنا واللي يحتاجونها الناس. لأني أحب يعني أحط نقطة مهمة، مو كل المشاهدين مو كل 150 مليون عندهم معلومات شو يحدث في دبي أو عندهم معلومات عن الثقافة العقارية. مرحبا، نحن هنا وفيكم الـ MBC كمان. شفت بالمهمة العقارية في مهمة إنسانية، هل دور المهمة الإنسانية اليوم كيف رح تكون بالتنسيق مع دائرة الأراضي؟ هل الـ MBC كيف رح تكون، كيف حيستقبلوا الناس اللي بحاجة لمثلا بيوت؟ لاحظنا أنه في عائلات رح يربحوا عقارات، يربحوا بيوت، رح يكون في وضع إنساني. فما بعرف استاذ علي او السلطان. يعني اي بعلم الميديا وعلم التلفزيون اي برنامج ما بيأدي شحنه عاطفيه ما بينجح. نحن برنامج اسمه مهمه عقاريه، هذا اسم متخصص جدا، بدنا نقربه للناس، بدنا نقربه للعالم، بدنا نعطي هذه الشحنة العاطفية اللي موجودة بكل برنامج في الـ MBC.
شو في احسن ما انه برنامج تلفزيوني يقدم الامان اللي بيقدمه البيت لعائله محتاجه وعائله معوزه. بالتعاون مع دائره الاراضي والتعاون مع الام بي سي، وهذا البرنامج بحد ذاته هو حيقدم جزء من ما يقدمه من معلومات ومن افاده للمشاهد، حيقدم كمان هيك نعمه الامان اللي بيقدمه البيت لعائلات مسكونه. سؤال سعادة سلطان من MBC.net. لو صح احنا فهمنا انه البرنامج رح يرفع الوعي العقاري ويشكل يكون جاذب للاستثمار، بس اذا المستثمر حب انه يستثمر، اقتنع ببيت او بعقار او بارض وحب يستثمر، البرنامج عن طريقه او عن طريق الام بي سي ممكن يساعده باتمام عمليه الاستثمار، ممكن يقدم له النصح، ممكن يعطيه خيارات غير الخيارات اللي انعرضت بالبرنامج. والله كل الامكانيات المتاحه لمساعده المستثمر، البرنامج ودائره الاراضي وايضا بعد مع الام بي سي ممكن نحن نقف ونعطيه المعلومات اللي هي، نحن ما كان قصدنا في البرنامج انه فقط نعمل برنامج، ايضا نحن نساعد المستثمرين سواء في دبي او خارج دبي على انهم يوصلون لبيت الاحلام مالهم. بعدين حيكون في مصاحب للبرنامج، حيكون في ويب سايت وديجيتال، ويكون في تواصل مستمر على السوشيال ميديا من خلال البرنامج مع كل شيء بدك اياه. السلام عليكم، اسمي سالم الموسى وانا مطور عقاري وجزء لا يتجزا من دائرة الاراضي والاملاك وجزء لا يتجزا من دبي. نحن نشكر ام بي سي على هذا البرنامج وهذا التقدم في المهمه العقاريه، وانا اعتبرها اول الغيث. ليش؟ لأن المهمة العقارية التي تتبناها الـ MBC مع دائرة الأراضي والأملاك تعتبر خطوة أولى وجبارة للتجارة البينية بين الدول العربية على الأقل. هناك تجارة بينية لها مشاكلها في التمويل، لها مشاكلها في القوانين، لها مشاكلها في الكثير من الأمور. فالتواصل في المهمة العقارية التي تقوم بها الـ MBC، أنا لا أزكي الـ MBC أكثر من يعني هي تزكي نفسها. لذلك أنا أقول مهمة عقارية هي أول الغيث. ونشكر الـ MBC على هذا التوجه، ونشكرهم جزيل الشكر حتى ننظر ما هناك. كيف يستطيع المستثمر العربي أن يتقدم إلى هذه المنطقة أو من هذه المنطقة إلى تلك المناطق المختلفة؟ لذلك بنيت جسور في العملية التمويلية، جسور في العملية العقارية، جسور في العملية الاجتماعية، في التعليمية، في أمور كثيرة. لذلك أنا أشكر الـ MBC وأشكر دائرة الأراضي والأملاك الحقيقة على تبني هذه الفكرة الجبارة. هي فكرة سوف نصل من خلالها إلى كل الدول العربية إن شاء الله، و 150 مليون مشاهد يرونها ويتمنون لها، ونحن هنا مستعدون. لذلك إن كان مثلا الذي يريد أن يشتري عقار ما يحصل على البر بحسب البحر، احنا في عندنا بلد على البحر كذلك ممكن تشتريها حاليا. فشكرا جزيلا لكم، وهذا عمل جبار نحن نفتخر فيكم بصراحة. شكرا. السؤال مرة ثانية عن الزميل. سؤال مرة أخرى عن زميل أسامة ألفا. سعادة أستاذ سلطان، بدي أسألك، نحن مثل ما بنعرف بدبي في مستثمرين من خارج الوطن العربي، من روسيا، من الصين ومن دول أخرى، كيف ممكن يستهدفهم برنامج مهمة عقارية؟ هل هيكون في منه نسخة أجنبية أو هل سيبث على قنوات بدول أخرى؟ حالياً نحن طبعاً ما خطينا هاي الخطوة، بس امكانيه يعني ان نسوي هذا الشيء موجود طبعا ومتروك
للايام ان شاء الله الجايه. شكرا. سمير عبد الله. انا شايف انه بالبرنامج في مطورين موجودين على ارض الامارات، بس هذول المطورين العقاريين عندهم مشاريع خارج الامارات، كيف رح يصير الربط ما بين دوله الامارات والمشاريع الخارجيه؟ مهمه عقاريه هو مشروع تقريبا عربي، وممكن يكون مو فقط في دوله الامارات، ممكن يكون في دولة الإمارات في دبي، ممكن يكون خارج دولة الإمارات، كله طبعا على حسب. لكن في دبي لماذا؟ لأن دبي هي المحطة الأولى وبعد ذلك محطات الأخرى. السلام عليكم، حارث موسى من شركة فالكون سيتي للتطوير العقاري. سؤال يقول كيف نحن كمطورين عقاريين ممكن نساهم في دفع هذه المهمة العقارية وتوصيلها إلى توصيل الفكرة إلى الناس المشاركين اللي يبغون يوصلوا لها؟ شو دورنا نحن اللي لازم نلعب معاكم عشان نوصل إلى الهدف المعين؟ شكرا. طبعا نحن عندنا فريق عمل، تواصل مع فريق العمل بيعطونا كل الأفكار كاملة بخصوص هذا الموضوع. ويعني نحن طبعا نتوقع أن كثير من المطورين الآن يبتدون يطالبون أنهم يساهمون في هذا البرنامج. أنا أهني اللي ساهموا في البداية. شكرا. بدي بس كلمة أنا أشكر فيها الرعاة السبونسرز الموجودين بيناتنا هون، ونقول لهم إنه نحن اليوم مثل العادة على 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 كل خط. الإم بي سي منبر مهم وهم بيشرفونا يكونوا معنا بهالمنبر. أنا بحب نسأل الأستاذ محمد لو بيطلع على المنصة نشوفه. أنا موجود أسامة طبعا كثير. طبعا نور. من هون بجاوب؟ محمد طبعا أنت عندك تجربة سابقة بالبرامج التلفزيونية. فيك تقول لنا شو الفرق بين التجربة السابقة وهي التجربة؟ أكيد أسامة. أول شيء التجربة اللي أسامة هلا صباح الخير. أول شيء التجربة السابقة كانت مغذية أكثر على سوق دبي، فإحنا هلأ على قناة NBC قناة كل العرب ونغطي كل العالم العربي، هاي أول شيء. ثاني شيء عم نغطي مشاريع، عم نغطي حتى برا مدينة دبي، يعني إحنا عم نغطي عم نصور بالسعودية بالبحرين، إن شاء الله عم نغطي كل الوطن العربي، فالمشاهدين رح يصير عندهم فرص استثمارية وثقافة عقارية شاملة لكل منطقة الوطن العربي وحتى العالم. الثقافة العقارية ثقافة شاملة مش بس مدينة دبي. مع ذلك مدينة دبي صارت منصة وصارت معلم ومدرسة في قطاع العقارات. ثالث شيء فريق عمل جدا رائع، يعني البرودكشن فاليوز الموجودة في البرنامج على مستوى عالمي، وهذا الشيء طبعا نشكر فيه شركة الإنتاج والإم بي سي. ورابع شيء البرنامج برعاية ذات الأراضي والأملاك، فهذا بيعطيه مصداقية جدا عالية، وصارت ذات الأراضي والأملاك صارت منبر على مستوى عالمي للتميز في كل المجالات. في النهاية أحب يعني أشكر الرعاة الدانوب عزيزي وتمليك وأيضا الأخوة اللي شاركونا في هذا البرنامج، أشكرهم جزيل الشكر وأتمنى لنا ولهم التوفيق. قبل ما بدنا ناخذ صورة مع الرعاة على البروتوكول وضيوفنا الكرام، ضيوفنا الكرام الفعالية ما خلصت، بتمنى منكم تقضوا معنا وقت طيب على مأدبة الغداء على الساعة 1، والكافي بريك كمان في الغرفة طاعة على يسار.
خليكم في النص. مش معاك اسف. السلام عليكم. Sir, so, can you come more close a little bit? Sorry. Yeah. Thank you. هلا اخبارك انت؟